مساء شباب وبنات، اكو سؤال صراحه هو انطرح وحبيت اسوي عنه فيديو بسيط. السؤال هو شنو؟ انا انقبلت بطب بغداد، او انه انا ساكن بمحافظه معينه وطلع قبولي بمحافظه ثانيه. انا اقدر اخلي قبولي بنفس محافظتي، ولكن مثلا انه انا مقبول بالقادسيه او طلع او محافظتي بالقادسيه وطلع قبولي ببغداد، أبقى ببغداد ولا أنتقل للقادسية؟ شنو اللي أسويه بالضبط؟ هو خل أقول لك نقطة معينة أو نصيحة، وخلي أقول لك نقطة معينة أو نصيحة. دائما دائما خليها نصب عينك، خليها تكتيها بدنك أو خليها نظاراتك كي أو نظاراتك. النصيحة هي شنو؟ دائما أنت قرر، لا تنتظر أن الناس قرر لك، أبدا أنت قرر. احنا شوفوا عملية التفكير هي اساسا شنو؟ بمفهومي انا الشخصي عملية التفكير هي عبارة عن ربط، اوكي، ربط للمعلومات، نربط المعلومات مع بعض حتى نحصل لاستنتاج معين، وحتى نحصل على استنتاج معين. اذا كانت المعلومات غلط فالاستنتاج يصير غلط، واذا كانت المعلومات صح بس الربط غلط الاستنتاج راح يصير غلط. فأنت حتى تفكر محتاج معلومات صح، وحتى يطلع عندك الناتج صح لازم يكون الربط صح. أنا الآن راح أفكر لك بالموضوع، وأنت فكر بي من جانبك أنت، باللي خدمك أنت. مو إنه لا تعتقد إنه مثلاً أكو دائماً للتساؤلات أكو أجوبة ستاندرد وهي بس هي هاي الأشياء الصح. لا، أحياناً يكون الصح والخطأ شيء نسبي، شيء معتمد على أمور كثيرة، مو إنه خلاص هذا صح هذا غلط. لا، أكو أحياناً أشياء نسبية. مثال على هاي الأشياء النسبية، أنا مثلاً أشوف إنه الطب هو أفضل اختصاص ممكن واحد يدخل له، مثلاً مثال. بينما واحد مثلاً اختصاصه فيزياء يقول لا، أنا أشوف الفيزياء إنه هو أفضل اختصاص واحد لازم يدخل له. هناك هو عند المسألة صح، وأنا عندي مسألتي صح، وعندي مسألته غلط، وهو عنده مسألتي غلط. فبالنهاية الصح والغلط شيء نسبي، فأنت اللي تقرر، سواء كانت قرر باختصاصك، سواء كانت قرر شنو الاختصاص اللي تريده، سواء كانت قرر بأنه أنا بيا محافظة أدرسه أروح أقسام داخلية، ولا يكون ببيتي بين وسط عائلتي، شنو اللي أريده. هذا الشيء أنت تقرر. بس خلي أعطيك تجربتي أنا الخاصة. أنا درست سنتين بلبنان، وبذني السنتين أكيد يعني كنت ساكن ببيت مو بيتي، ويا ناس مو أهلي، ويا ناس يمكن مضطر أحط هواي حدود وقيود، وهم همتين يحطوا لي هواي حدود وقيود، ويمكن أنا هم أحط لهم هواي قيود وحدود حتى أعيش وسطهم. فبالنسبة لي أنه ما كنت مرتاح نفسياً من السكن، أنه وين أنا الآن بغرفتي، وين الآن ببيتي، وين الآن وسط أهلي. حتى أدق التفاصيل تصير مؤلمة، صدقني حتى أدق التفاصيل تصير مؤلمة ومزعجة. أنا الآن المطبخ مالتي، الطباخ مالتي، الغسالة مالتي، إذا مثلاً أنه كسرت هاي مالتي أنا أصلح وأنا أتحمل العواقب. بينما مثلاً لما أكون يعني لما أكون مثلا بأقسام داخلية، أو لما أكون مثلا ساكن بشقة معينة هي مو مالتي، أي خلل يصير فيها أنا مسؤول عنه، أي خلل يعني أنا أتحاسب عليه، أي شيء راح تصير يعني صدقوني أكو أحيانا تفاصيل صغيرة، يمكن مثلا التلفزيون، يمكن يعني صحيح أنه هاي الشغلات أساسا سخيفة جدا، بس مع ذلك أن هاي الأشياء السخيفة تصير فد أشياء تعكر لك مزاجك وتخليك انت ما مرتاح للوسطة اللي انت. فهاي نقطة اخذها بنظر الاعتبار. بالمقابل انه انت بيتك ماكو احد يقدر يعكر لك مزاجك، وان كان اكو فانت دائما راح تلاقي طريقة انه تحل الموضوع، بس يمكن ويا الشخص الغريب انه راح تصعب على المسألة. هاي نقطة. النقطة الثانية انه مثلا لناخذها على دراسة الطب، انت بالقادسية طلع قبولك ببغداد، أكيد تقدر تحول من طب بغداد إلى طب قادسية، تقدر لأنه طب بغداد أعلى وقادسية أقل، فتقدر تحول. بس أبقى بالطب بغداد ولا حول على القادسية؟
شوف، دراسة الطب معتمدة بشكل أساسي عليك أنت، يعني 90% ممكن حتى أكثر من 90% فمعتمدة عليك أنت. أنت اللي لازم تدرس. فهاي 90% شلون أنت تديرها أو شلون أنت توفرها؟ توفرها من خلال إنه أنت تقعد بأماكن هادئة، بأماكن تساعدك على التركيز، بأماكن أنت مرتاح فيها حتى تحقق هاي 90%. أوكي، هاي الأماكن إذا كانت بالنسبة لك الأقسام الداخلية هي الأماكن المريحة، إذا كان مثلا السكن في مكان غير بيتك، غير وسط أهلك وناسك، مكان عادي مريح أنه يسمح لك بتحقيق هاي 90% اللي هي أهم شيء عندك بهاي 6 سنوات، فروح تجربة حلوة أساسا. أنه أنت من تكون مثلا بمحافظة، أنا مثلا من كنت بلبنان، كانت تجربة حلوة أنه أنا أكون مسؤول عن نفسي بشكل كامل، يعني أنه أنا اللي أدير حياتي، أنا اللي أدير كل شيء، أنا كل شيء أسوي. وكانت تجربة حلوة أنه أنا أدير كل شيء، يعني كانت المسؤولية تعطي مهارات كثيرة، مسؤولية نفسي، بينما أنا الآن بوسط أهلي أنه يعني مو المسؤولية مو كلها علي، مسؤولية إدارة مثلا هذا البيت مو علي أو مو كلها علي. فبالنهاية انه راح تعطيك مسؤولية، راح تعطيك مهارات، راح تعطيك هواي مهارات، راح تتعلم هواي اشياء، بس مو على حساب نفسك. يعني شلون؟ يعني مثلا انت بنية متعودة دائما انه، او انت ولد متعود دائما انه بيت ماما وبابا، وانه دائما الحياة عندك مهيئة وموفرة، وخصوصا طبعا هذا الشيء هواي اللاقي بالاشخاص اللي يطلعون معدلات عالية، لانه غالبا هو مكرس حياته، مكرس كل وقته للدراسة، فيكون عنده هاي الديفكت بهاي النقطة انه ادارته لباقي امور الحالة، انه دائما منعزل، دائما اهله عازلية عن المسؤوليات في سبيل انه يكون يعني طلع معدل عالي او انه يكون مستقبله افضل، فانه لاقي انه ادارته صعبة ببعض النقاط او ما عنده ادارة ببعض النقاط. فانت مو تروح مثلا انا رايح لبغداد على اساس نفسي، على اساس مستقبلي، او يعني اقصد على حساب مستقبل او على حساب نفسي، يعني اروح انه انا مثلا اي شغل اللي نقول راح اتحمل مسؤوليه اكثر مما انا اقدر اطيقه. فهاي النقطه ايضا غلط، هذا ايضا ديفكت. بالمقابل انه تطبخ، بس تطبخ بغداد، يعني اكيد انت قاعد تسمعني، بس تطبخ بغداد غير طب القادسيه، ممكن يكون غير، بس هي ظروفها غير. فانت لازم تسوي كومبرومايزنج، لازم يعني تشوف الامور، تشوف ايجابيات وسلبيات الامور، وتشوف اي واحد يخدمك اكثر. فلما شفت سلبيات وإيجابيات كلا الحالتين، وشفت أنه مثلاً طب بغداد يخدمك أكثر، أنا بالطب بغداد أنه راح تكون الدراسة أفضل، وصدقني يعني أنا عندي أصدقاء من بغداد يقولون أنه ما فارقة، يعني ما فارقة كلش، الطالب وين ما كان هو يصنع نفسه، وأنت سواء كنت ببغداد، سواء كنت بالقادسية، سواء كنت بالكوفة، سواء كنت بالعمارة، سواء كنت بالبصرة، المفصل الأساسي هي هاي 90% اللي أنت راح تدرسها، اللي أنت راح تطيها لنفسك. فهذا كلامهم يعني، فأنا جمعت آراء الكثيرين وشفت أنه هو هذا كلامهم، يعني هو هذا اللي توصلت له، هو هذا الستاتستكس اللي سويتها وصلتني لهذا الاستنتاج. فعمليا أنه ما راح تفرق عندك كلش، بس لنفرض أنه أنت تقول أنه لا، أنا أريد أروح لبغداد، الحياة بغداد غير، أنا صراحة كنت ساكن بغداد، وأساساً يعني مولود ببغداد، فيعني بالنسبة لي بغداد هي محافظتي الأم أصلاً، وأكيد دائماً أحب صراحة إنه إذا كانت عندي فرصة جيدة إنه أرجع أسكن ببغداد، فبالنسبة لي إنه هذا الشيء جداً جميل وإن شاء الله أسعى له. فبغداد حلوة وفيها واي أشياء تجذب صراحة، تجذب الاهتمام. فإنه لنفرض إنه أنت تقول إنه أنا راح أروح أدرس ببغداد بجامعة بغداد، أقدر أن أتحمل المسؤولية عادي، ما عندي مشكلة بالأقسام الداخلية، كل هاي الأمور أنا ممكن أرتبها عادي، ما عندي مشاكل بهاي الأمور وإلى آخره. فروح وبالتوفيق، ويا رب إن شاء الله تصير أفضل دكتور، وإن شاء الله تصير أفضل شيء للاختصاص اللي أنت رايح على مودة. بس إذا تقول لا، إنه أنا ما أقدر أفارق أهلي، ما أقدر أستغني عن غرفتي، ما أقدر أستغني عن الراحة الموجودة ببيتي، افضل انه تكون الجامعة بمحافظتي، صحيح بغداد جيدة، بس بالنهاية انه انا قاعد اخسر هاي 90، او ما راح اقدر اضمن ادائي الجيد بهاي 90% اللي هي معتمدة عليها. ف
فأقول لك إنه أبقى بمحافظتك أحسن لك. هذا الجواب كان. بالنهاية أرجع أذكر إنه أنت اللي تقرر، أنت اللي تدير، لا تسمح لأحد يقرر لك، لا أني ولا أمك ولا أبوك ولا أي أحد، أنت قرر. لأنه بعدين ما راح تتابع بالسنين، من راح تتعود دائما إنه دائما أكو أشخاص هم يتخذون القرار عني، هم اللي يأخذون القرار مو أنا اللي أخذه، فرح يكون عندك ديفكت بهذا، هاي مهارة اتخاذ القرار راح تكون عندك صعبة بنفس الوقت، أو ما راح تكون موجودة أو راح يكون بها ديفكت. فدائما أنت حاول أنت تأخذ القرار، أنت أخذ آراء المقابل، أخذ آراء الناس كلهم، أخذ آراء من الطفل إلى اللي عمره 112 سنة، أكو 112 سنة أعتقد، فإنه أخذ آراء الكل، بس بالنهاية هو رأيك اللي لازم يمشي، أنت سوي اللي أنت مقتنع به، ماشي؟ نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر.